مقلب إيمان اليوم بلاد. تعال شوف شو هنعمل بإيمان. تعال يلا اذهب. ورضارت نايم. صارت الساعة 11 والساعة نايمة. أنا كمان ساعدت فيك. لك مقلب مقلب يا أيمن. قصت لك شعرك مقلب. مقلب شلون مقلب؟ يعني قصت لك بس شوي بس هدول بس هدول. لك هدول روحت قصة مش شعري روحت. روحت لك نص شعره يا حرام. مش شعري روحت روحت ما عندي غلط. ما عندك غيره واشتري لك غيره. ما انت غيره اشتري لي غيره. لك يا هذا مكان لك ايش عملت لك؟ لك يا مسلسل تلاقي فيه معالك؟ لك ليش عملت؟ لك ما بمزح معك مو عملت شعر مين؟ ايه شعرك؟ عملت فيكي ما قصت لك يا شوي بس شوف صغيرة بس هيك بس هيك بس هيك. والله استعجل ماما. روحي قولي لماما قولي لها قولي وصلي شعري يلا روحي. روحي قولي لماما. قالوا ليش هيك عملت؟ ليش هيك عملت؟ ليش؟ ليش هيك؟
تمزحي معي ما انا كمان مزحت واحدة بوحدة شلون ثواني 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 هذا انت مو هذيك المرة مزحتي معي وصلتي لي شعري انت خال احمد ايه انت ما بتعمل مقالب بخال احمد بس مثلي كم عملت باحمد انا 5 مقالب اوكي بس هو ايش ما حدا قال له شعره عملت له كل شيء هذاك انت هي اول مرة بوصل لك شعري بس شوي صغير اصل بشعرك بس شوي شوي صغير اصل بشعرك خربت الدنيا بس شوي شوف بس شوي اصيل هذا كله شوي مو شوي هذا شو شوي مو شوي هالنص اي شو كثير ايش كثر فيه شوي صغيرين خلاص بنركب لك بارو بتصير صلعة شو مالك احسن خلاص برجع لك يا ولد هاي رجع لك رجعين خلاص ايش بدك فيه احسن شو صرت صلعة من هون شو حالك بالضبط صرت صلعة وين صرت صلعة من هون هذا مو شعري ها؟ مو شعري هذا ورجيني شعرك شعرك لا مو شعري شعرك يا أخي شعرك حتى ما أنا مقصود بعد ما خربت الدنيا وما عابت كلها وعلا هذا مو شعري طيب ليش عم تظنني قلت عم سوي فيكي ماله؟ مين قصيت شعر مين اللي؟ بقولك يا هديك تريد القناع القناع يلا ايش يا ماما؟ اسد اسد ليش هيك عم تغالوا ليش؟ لك بس انت تسوي فيني مقالب؟ عم تضربيني مو؟ عم تضربيني؟ خفتي؟ والله ما خفت من شعر الا شعر شفت هيك فكرت صلعة ثواني ما فكرتيش عليك يعني؟ ها؟ أبي عم صلع بولي شو عندي فيكي تعالى شو إيمان؟ إيش بدها جدا؟ ما بدها شيء قال أصل لك شعرك؟ لا بس شلون المقلب؟ خفت أنا إيش صار بشعري؟ روحت هيك وهيك فقد النوم يا شباب بدك تسوي مقلب بحدا من مرتك او اختك او حدا من البنات بس عفوا فيهم هالمقلب يمكن تطلع بروحك اقل شيء يمكن بعد ما تقول مقلب تكون انت بالقبر على كل الشباب صبايا هي اخذنا حقنا من ايمانه مشان ثاني مره بس انا ما برد قلبي انه ما اصط لك اياه عن جد المره الجايه راح اصط لك اياه عن جد لا ايه لا لانك انت سويتي فيني انت ما قصتي شعر انت خالك احمد مو؟ لا هلا يا شباب هلا يا شباب راح استودعكم وانتظرونا مقلب اقوى من هيك هذا كان مقلب للسفر كتقتن بس في مقلب اقوى من هيك عندي ايمان ان شاء الله لا تنسوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة تحياتي لكم